فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم حمل الطفل في الصلاة والذي يكون أحيانا فيه نجاسة؟ لا بأس، يتسامح فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت بنته وهو يصلي وهي طفلة صغيرة، يتسامح في هذا، لا بأس. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.